مشاهدينا اهلا بحضراتكم. فرصة لتحقيق دخل شهري ضخم، شهادة من البنك الاهلي المصري بتمنحك 5000 جنيه شهريا. فهل يعتبر العائد من الشهادات الادخارية هو اكتر ما بيهتم بيه عملاء البنوك ولا لا؟ كل هذه التفاصيل واكتر طبعا هنوضحها لحضراتكم دلوقتي من خلال هذه التغطية. خلونا نبدأ مع حضراتكم ونقول انه طبعا بيعتبر العائد من الشهادات الادخارية هو اكثر ما يهتم به عملاء البنوك عند شراء تلك الشهادات، وبناء عليه بيقدم البنك الاهلي المصري عددا كبيرا من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، مع اختلاف الشهادات من حيث مدى المدة ودورية صرف العائد منها والحد الادنى للشراء وايضا معدل الفائدة على الشهادة. وخلينا دلوقتي نوضح مع حضراتكم ان ناس كتير بيتسألوا وبيرغبوا في معرفة ما هذه الشهادات وكيفية ايضا شرائها للحصول على عائد مرتفع من خلالها بشكل شهري، كما ايضا بتمنح عائدا مرتفعا بجانب الحفاظ على القيمة الحقيقية للمال. وفي هذا الصدد بيقدم البنك الاهلي المصري العديد من الشهادات والاوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وبتختلف الشهادات الادخارية من حيث مدة الشهادة وأيضا دورية صرف العائد والحد الأدنى لشرائها وكمان معدل الفائدة على الشهادة أيضا. مستمرين مع حضراتكم في باقي التفاصيل وبنقول ان من خلال هذه التغطية طبعا هنوضح لحضراتكم طبعا تفاصيل الشهادات دي، وموقع صدى البلد هيستعرض تصريحات خاصة في كيفية الحصول على أكثر من 5000 جنيه شهريا من البنك الأهلي المصري عبر شراء إحدى شهاداته التي يقدمها تحت مسمى الشهادة البلاتينية السنوية، بالإضافة إلى شروط وقواعد أيضا شراء الشهادة. وطبعا بتستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، وطبعا بيتم مضاعفتها، وبتأتي الشهادة بمعدل عائد متغير وفقا لدورية صرف العائد، وبيصرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو بشكل شهري أو أيضا بشكل يومي طوال فترة الشهادة، كما أيضا تأتي الشهادة بسعر عائد 27% سنويا أو 23.5% شهريا أو 23% يوميا. ويمكن كمان الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فروع من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية، ويمكن أيضا إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، وبيبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. وأيضا بيمكن للعميل الحصول على دخل شهري لمدة عام تقريبا قيمته 5091 جنيه في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري على سعر العائد الشهري من طبعا ما يعادل حوالي 23.5% شهريا. مشاهدينا، هذه كانت آخر الشهادات اللي تم طرحها من البنك الأهلي المصري. طبعا بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.